حضرة المحقق. كل شي صار من تحت راس هالست، وكل اللي بدها اياه تحط ايدها على اسهم سلبي بشركات كارجي، عم تستغل حالتها المرضية لتحقق غرضها. والله يا كنان بيك، إذا مرتك مرضيت، أنا أبدا ما رح استغرب. إيه والله أنا رح تجنني يا زلمة. شيل إيدك. يلا تحركوا. حضرة المحقق. لحظة. بس ليك هي مريضة. سلمى مريضة، تعا. تعا شوف. حياتي والله أنت مرضاني. في شي لازم تعرفه كتير منيح، إني بعد ما أتطلق منك كل أسهم شركاتي رح تصير لجميلة. حياتي، أنا غلطت بحقك، سامحيني. فينا نروح على بيتنا ونبلش حياتنا من جديد. أنا بحبك كتير. اتذكري أيامنا الحلوة سوا. أيام حلوة، ما هيك؟ كانت كتير حلوة، وما في سبب يخلينا نبعد عن بعض. ما في؟ لا بلا في. أنا بورجيكي. وأنتي تعرف شغلة؟ صرت بتستاهل إنه الواحد يمسح فيك. علي يا وطي يا كلب يا حيوان. الله يخليك، اتركوا بقى يا خلص. الله يخليك يا حيوان. انقلع من هون. بكرة الصبح من بكير كون بالشركة علي بيك بمكتبي. طيب رح كون هنيك كنان بيك. روح ركض مثل الهبل، دوبك ما بعرف كيف بدي اشكرك جميلة، لولاكي ما حدا بيعرف شو كان صار فيني. ما في داعي تشكريني، مستحيل اتركك بين ايدين هذا المجرم. شكرا كثير. هلا سلمى كانت نايمة وما عم تفي، بس انا فيقتها. هي المرة الثانية اللي بتنقذ فيها حياتي عثمان، صدقني ما بعرف كيف بدي كافيك. تعطيني بؤس. سلمى انت لساتك تعبانة، خديها ترتاح. طيب شوي. تعي خالة سلمى. خفت عليك كتير من هالواطي جميلة، الحمد لله اطمنت عليك. علي بشو عم بتفكر؟ مين بيعرف انه سلمى خانم هون؟ عم فكر مين اللي خبره لكنان. انت قلت لكارولين؟ يمكن تكون من دون قصد حكيت انه سلمى موجودة عنا. لا أمي أنا ما قلت لها، معقولة إلا؟ يلا أنا رايح، خبروني إذا احتجتوا شي.
ابني، لا بقى تزعل حالك كل هالقد. شو صاير معك؟ قول لأمك. حبيبي أمي تركيني بحالي بقى. بس يا ابني قتلت حالك من زعلك، وما بيصير أبدا هيك. يلا نام على حضني. الو الو كارولين؟ ايه علي بالبيت؟ لا ما رجع لسه. انت شو عملت؟ رحت لعند جميله؟ لقيته سلمى؟ ايه لقيتها. ايه منيح اخذتها من هنيك؟ ما قدرت، بس رح اخذها. وعلي وجميله حسابهم عندي، رح خليهم يندموا على اللي عملوه فيني. اجا علي اجا علي، رح سكر. يلا باي باي. دكتور طارق، مساء الخير. مساء النور. كنت عم بستناك. ليش؟ لأنه في موضوع مهم كتير ولازم نحكي فيه. بخصوص شو؟ إيلين، بدي أحكي معك بخصوصها. طيب بتحب نحكي هون ولا لا؟
ما بيمشي الحال نحكي هون. إذا بيناسب حضرتك بكرة الظهر فينا نتقابل بأوتيل بيوك، أكيد أنت بتعرف هذا الأوتيل. بعرفه، رح كون هنيك. طيب ماشي، تصبح على خير. مع السلامة. قال بكرة بده يحكي معي بموضوع. شو رح يقول لك يا ترى؟ قال بخصوص إيلين. كاسة حليب سخن، يلا خدي اشربي من ايدي، فورا رح تتحسني. لا تخافي ماني حاطة دواء جواته. معناتها مزبوط كنان كان عم يعطيكي الدواء لحتى تمرضي سلمى، لأنك لما وقفتي الدواء صرتي أحسن. بفضلك أنت جميلة، ما رح أنسالك هالفضل. بعرف إني كنت حملة تقيل عليكي وكل اللي صار معك بسببي أنا. لا تقولي هيك، كل اللي صار معي من تحت راس هداك الوسخ اللي اسمه كنان. هالزلمة مجنون، بعدين لا بقى تفكري فيه. لا لا، أنا رح صلح كل شي عمله معي كنان. أنا أول ما أقدر استرجع حقي وأملاكي كل حصصي بالشركات رح تكون إليك أنت. لا ما بصير سلمى، أنا ما رح أقدر أقبل، ما في داعي لهالشي. أنت بلا شغل كيف رح تقدري تعيشي وتدبري حالك؟ أنت لا تاكلي همي أبداً، رح أرجع أشتغل بالتريكو. رجعت استأجرت المشغل اللي كنت أشتغل فيه ورح أرجع أفتحه مشغل تريكو، واللي رح أعمله بعرق جبيني ومن دون مساعدة حدا. بس رح تقدري تنجحي؟ رح أنجح. أنتي لا تاكلي همي، الشي الوحيد اللي لازم تفكري فيه أنك تسترجعي أموالك وتديريها. كانت ليلة صعبة على الكل، تعبتي كتير. يلا قومي نامي. تصبحي على خير. تلاقي الخير. تصبحي على خير خالد. تلاقي الخير سلمى. عينيتي الغالية اصحي يا بياض التلج، لو تعرفي قديش زعلت عليكي وسودت الدنيا بوشي، فكرتك متي وتركتيني. تعالي شوف شو عم تقرا. طالما عم تمثل دور القزم المبسوط ليش عم تحفظ دور الأمير؟ القزم المبسوط ما عنده غير كلمتين حفظتهم وخلصت. ايه طيب. اجلس بتمرن على القراية بحفظ دور الامير. يا الله، من وين اجتك الشطارة هلأ؟ ما شو دخلكم فيي؟ شو ما عملت ما بعجبكم؟ هذا الناقص. أزهر، أكيد هالولد عم بيخطط لشي ما منعرفه، عن قريب رح نكتشفه. أنا خلصت جلي. يسلموا أمي، عزبتك. العفو بنتي، لا تحكي هيك. بدي أسألك، أنتي إمتى رح تروحي تشتري المكنات وتجيبيهن على المشغل؟ بكرة. بس أنتي ما أخذتي المصاري من البنك، شو كان اسمه هذا؟ قرض؟ اتفقت مع الزلمة أمي رح أخذ المكنات بالتقسيط، بعطيه هلأ دفعة وبستلمون، وبس أخذ القرض بعطيه الدفعة الثانية. لازم بلش الشغل بأسرع وقت. موفقة. هدول رجعوا يشردوا. ايه. يلا تصبحوا على خير يا أولاد. تصبحوا على خير. شو عم تعمل؟ عم حاول ألف غنية جديدة. عم تفكر بنهال؟ بكرة في عندها محكمة، لا تقولي لأمي.
انت كمان عم تفكري بسهيل. سمعني الغنية الجديدة. لسه ما خلصت. ولو بعدين هلا الكل فاتينا. عزف على مهلك وغني بصوت واطي يلا. Niye ağlıyorum bugün? Gözyaşlarım kime? Aynalar soruyor bana, bu sen misin diye. Ellerime bak, neden boş diye sorma. İsmi neydi unuttum, bana hatırlatma. Sorma bana hayatı, bir şey anlatma bana. Koynumda hatıralar, bir de yaşanmamış bir hayat var. Sorma bana hayatı. Bir çile oyunum, yaşadığın hayat. Çöz çözebilirsen eğer, hayat geçip giderken. Yorgun hatıralar, el sallar uzaktan. Ne olduğunu anladın mı? Aynadaki yüz sen misin o? Sorma bana hayatı, bir şey anlatma bana. Koynumda hatıralar, bir de yaşanmamış bir hayat var. Sorma bana hayatı. الصالون بارد شوي، جيت أخذ بطانية. تصبحي على خير. تلاقي الخير.
لوين؟ ما دخلك. عم قول لوين؟ عم قول لك ما دخلك. مصطفى نايم وانت عم يخبط باب؟ عم تسمع؟ انت واحد بلا عقل. بلا حكي فاضي من عند الصباح، فوتي انضبي يلا. انت واحد مجنون وبلا عقل. ألف مبروك جميلة، إن شاء الله عايتي الرزق. أهلين. تعالي ساعدنا شوي. الله يبارك فيك. شكراً لكم. يلا خلونا نبلش نساعدهم مشان نخلص بسرعة. رح نتعبكم. تعب شو جميلة خانوم؟ هذا واجبنا ولو. الله يرضى عليكم ويوفقكم. يلا خفوها يا شباب، يلا نشوف. مرحبا أمي جميلة، ألف مبروك. شكراً. فيني ساعدكم بشي؟ لا لا، رجال عم يشتغلوا والجيران كتر خيرهم عم يساعدوهم، وليكو مجد كمان. طيب ماشي، موفقين إن شاء الله. شكرا. على مهلك، على مهلك. هي الفاجرة قليلة الحياة طالعة بقميص النوم وما هممها، رح تموت من جد. لا تفكري فيها أمي. ناريمان ومروة كمان جايين لهون، ما بدي شوفهم. تعي تعي نطلع لفوق. يلا أمي. كارولين صباح الخير، كيفك؟ صباح النور كمال. انت روح بعد شوي بلحقك على المحل. يلا حبيب قلبي، ما بيقدر يقعد بلاي ولا لحظة، بده يعني يضل جنبه. والله هالرجال بيحبني أكتر ما يحب حاله. شو عم تعمل؟ جابت هلأ ماكينات جديدة مشان شغلي. قدي شقوية عاساس ما معها مصاري وصارت فقيرة، من وين جابتهم؟ بتعرفي منال اللتات اللي ساكنة جنبنا بالحارة التانية؟ عندها ابن اسمه إحسان. إحسان؟ موظف وقال بيشتغل ببنك. جميلة راح تصحبت من عندهم قرض، منال خبرتني. هيك لكان. رجعت تطلع مثل المجانين. تعي نروح. عن جد بلش يطلع من عيونها الشرار، خلينا ننفض بريشنا. يلا سلام كارولين. امشي يا بنت. عنك يا اخي. على مهلكم، انتبهوا انتوا عم تطلعوا. لسه في شيء؟ ديروا بالكم تخربوا شيء. تفضل. علي بيك، كينان بيك عم يستناك. طيب. ادخل. قال بدك ياني كنان بيك خير؟ نسيت شو قلت لك علي بيك؟ ما قلت لك عم بستناك بمكتبي؟ ايه صح، ولحالك كنت جاي. قول. عود. لا هيك منيح، احكي. انت بتعرف علي بيك؟ نسيت شو عملت معك؟ لك انا اللي رفعتك ووصلتك لهون، بس انت بالمقابل ما قدرت الشيء اللي عملت لك اياه، وبدل ما توقف معي هجمت لتضربني بالوقت اللي كنت بأمس الحاجة لألك، يلي كنت عم تخطط له صار مزبوط؟ بعد اللي عملته فيني مبارح بقدر قلك إنك مطرود؟ حتى وشك ما عاد بدي شوفه أبداً قبطان علي. الله معك، انقلع من مكتبي. عم تسمع؟ عم قلك انقلع. ليش عم تضحك؟ أنت ما فيك تطردني كنان بيك، ما فيك أبداً يا كنان جتين. شو عم تقول انت؟ شو جنيت؟ انقلع من هون، ما بدي شوفك بالمرة. هلأ صار فيني اقعد. بتعرف انه عنا سفن؟ السفن اللي بتحمل بترول. مزبوط. شبن كل التقارير التابعة لهي السفن وكل ملفاتها عندي. ايه عندي.
هالملفات مستحيل تكون معك. لا عن جد عندي. ولك عم تسرقني من شركتي ولك عم تسرقني من شركتي؟ هدول الملفات لازم يكونوا عندي لأني أنا المسؤول عن هاي السفن. ليش مخبيهم بالدرجة عندك؟ ليش؟ ها؟ شو اللي مخوفك؟ اللي من شو خايف؟ هدول الملفات رح تجيب لي اياهم وفورا، وإلا ببلغ عنك الشرطة. يلا شو عم تستنى؟ بلغ عني الشرطة وأنا بسلمون الملفات يدرسوها، وإذا في شي ما عرفوه تقدر تشرح لهم إياه. إيه؟ ليك أنت المسؤول عن هاي السفن، عم تفهم؟ وإذا طلع في شي غلط فأنت سببه، أنت اللي لازم تخاف من الشرطة مو أنا. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ ها؟ أنا ما عم بفهم شي من اللي عم تقوله كينان جتين. يلا أحكي، أنا ماني خايف من حدا بنوب، بتعرف كل شغلي قانوني. قبطان علي، ما في أي شي غير قانوني أو بيخوف، لهيك بدك ترجع لي. إيه طيب، معناها هاي الملفات ليش لحتى ما يضلوا عندي؟ شو المانع؟ لساتني مطرود؟ ممتاز، كنت بعرف إنك بتحتاجني، معناها لأروح على مكتبي وكمل شغلي بالإذن. استنى دقيقة، أنت سارق من درج مكتبي أمور شخصية ولازم ترجع لي إياهن. أنا ما أخذت شي غير الملفات. اصحك تلعب معي. صدقني ما شفت شي غير الملفات اللي بالدرج. شو ممكن كون أخذت؟ ممكن تعطيني فكرة أكتر؟ ايه، من هالقصة طلعنا بشغلة واحدة كتير منيحة. شو هي؟ العلاقة الرسمية اللي كانت بيناتنا التغت وصرنا أنا وياك بمستوى واحد. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك. تفضل ارتاح لو سمحت. تشرب معي؟ شكرا أنا ما بشرب. قلت لي إنك حابب تحكي معي. إيه تفضل أنا عم أسمعك. أنت بتحبها لإيلين دكتور؟ يعني كتير بهمك جوابي؟ اسمعني يا طارق بيك، إذا عن جد أنت بتحبها لإيلين من قلبك أنا بقدر أني ساعدك. ليش أصلاً في حدا خبرك إنه أنا عم بطلب المساعدة؟ أنا إذا كنت حابب ساعدك فكر مال إيلين، لأنه أنا ما بحب شوف إيلين زعلاني أبداً. ليش؟ إيلين خالهم طلبت منك تساعدها؟ لا ما طلبت وما رح تطلب،
لهيك أنا عم بحكي لحالي ومن حالي كمان. باين عليك إنسان كتير منيح، وإيلين بتستحق إنه تكون إنسانة سعيدة. اسمع سهيل بيك، أنا حاسس إنك عاطي لحالك أهمية أكبر من اللازم. بعتقد ما بيحق لك ميما كنت تكون إنك تتدخل بحياة الناس بهي الطريقة. معي حق؟ هذا الحكي بالحالات الطبيعية، بس حضرتك بتحبها كتير لإيلين. وبعتقد بقدر ساعدك بالموضوع. أنا يلي عرضت المساعدة. طيب، أنا بحب إيلين كتير، وأنا متأكد إنه ما في حدا بهذا العالم كلياته رح يحبها قدي أنا. وهلأ بتقدر تحكي اللي عندك. أنا شخص كتير سيء وما بستاهل محبتها لإيلين. حاول تسعدها لإيلين، لأنها بتستاهل هي السعادة. سهيل بيك، حضرتك شو كنت بدك تقلي بالضبط؟ اللي قلت لك يا من شوي، أنا شخص كتير سيء وما بستاهل محبتها لإيلين. هيك بس؟ إيه بس، ومالي وجود بنو. تعال جيبوها لهون. الله يسلم ايديكم. ما بعرف كيف بدي كافيكم. على مهلك. لقدام كمان شوي. تمام هيك. اختي جميله، في شيء ثاني ممكن نعمله كمان؟ لا لا، يسلموا، كتر خيركم. اسمحي لنا نمشي جميله خانم. الف مبروك. شكرا، كتر يلا خيرك. يلا الف مبروك ان شاء الله. شكرا، يسلموا ايديكم. شكرا لكم. ان شاء الله ايت الرزق. زبطت مو؟ طبعا زبطت، ليك هيك جبتيهم. لك معقولة تخططي لشي وما يزبط؟ يا روحي. تقريبا خلصنا، ما ضل عنا غير الشغيلة. ومن وين رح تجيبيهم؟ كنان طرد العمال اللي كانوا عم يشتغلوا هون، سألت عنهم كلهم وقدرت أوصلهم، رح جيبهم وشغلهم. ومن قبل كان في شركة كنا نتعامل معها، بدي روح هلأ واتفق مع أصحابها. ما لازم ضيع وقت بنوب، رح روح. أمي انتي سبقيني على البيت. أنا بوصلك على البيت تيتي. تمام، معناها يلا بلا ما نتأخر. يلا خلونا نطلع سوا. اسمعوني يا أولاد، اسمعوني. يلا اصطفوا لشوف جنب بعضكم على المسرح. صفوا لي صف واحد يا أولاد. إلكن عندي خبر رح يزعلكن. رفيقكن يلي رح يلعب دور الأمير، يعني عارف، مريض بالحصبة، ولهذا السبب ما رح يقدر يجي ويمثل معكن. ومثل ما بتعرفوا قرب موعد المسرحية، وصعب نلاقي أمير بداله، ويمكن إنه نضطر نلغي المسرحية كلياتها.
استاذ انا ممثل دور الامير. كيف رح تمثله يعني؟ ما عنا وقت بنوب، امتى رح تلحق تحفظه؟ انا بعرف دور الامير وحافظه كلمه كلمه استاذ. عن جد؟ قلي لشوف شو حافظ منه. يا اميرتي الغاليه اصحي يا بياض الثلج، لو تعرفي قديش زعلت عليكي وسودت الدنيا بوشي، فكرتك متي وتركتيني. تمام تمام، يلا لشوف كل واحد ياخذ مطرحه، يلا على المسرح. انا هلا صرت الامير استاذ، رح روح غير ثيابي ورجع بسرعه. يلا بسرعه ابني، يلا لشوف. استاذ اذا راح رفينا عثمان وصار امير، مين بيكون القزم السابع؟ هيك صرنا سته. صح، وهلا كيف بدي الاقي قزم جديد يمثل معكم؟ لقيتها. شو رأيكم نغير اسم المسرحية؟ صار فينا نساويها بياض التلج والأقزام الستة. يا أميرتي الغالية اصحي هلأ يا بياض التلج، لو تعرفي أنا قديش زعلت عليكي وسودت الدنيا بوشي لما فكرتك متي وتركتيني، وكل الأقزام بكيوا ليل نهار من شانك. يلا اصحي. كل الأمراء بس لأنه انخلقوا من أم اسم الملكة وأب اسمه الملك صاروا أمراء، بس أنا لا أمي كانت ملكة ولا أبي كان ملك، وما حد عملني أمير، أنا صرت أمير لحالي. ركبتي خيل من قبل؟ لا ما ركبت، وين بدي اركب؟ حلوة ركبت الخيل كتير. فيكي تيجي وتركبي خيل هون امتى ما بدك، حتى اذا بتحبي ممكن يصير عندك واحد لألك، خيولك ومزرعتك. كيف يعني؟ شو قصدك بهالحكي؟